إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في البداية خلينا نكون واضحين وخلينا نمشي على قاعدة: البكتيريا لا تنشأ ولا تتكاثر إلا في مكان عفن ومكان رطب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية بس اسمحوا لي سلام دار قوم المؤمنون، أنتم السابقون ونحن اللاحقون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حيا الله الغوالي جميعا، معكم فراس من قناة 5 دقائق أو 5 مينت، وأنا اليوم في ضاحية ارتاح، إحدى ضواحي مدينة طول كرم، وجاي أحكي موضوع حساس وموضوع مهم للغاية، وإن شاء الله إنه يعني ما ينفهم الكلام اللي بدي أحكيه بطريقة غير صحيحة أو بطريقة تزعج البعض. طيب، الموضوع اللي جاي أحكي فيه هو موضوع الخريف العربي. يمكن بعض منكم يستاء من التسمية، ويمكن بعض منكم يستهجن هاي التسمية، وممكن بعض منكم على حق، لكن اسمحوا لي أقدم لكم وجهة نظري وأجري على الله. وأنا في البداية بس خليني أوضح للجميع، أنا لا رجل دين ولا عالم ولا فقيه ولا بدعي إني بنتمي لحزب معين أو تنظيم أو أي جهة ممولة. أنا جاي أحكي كفراس مني شخصيا وأجري على الله مثل ما حكيت لكم. إن أعجبتكم وجهة نظري فحياكم الله، وإذا ما أعجبتكم فاختلاف وجهات النظر دائما وارد. في البداية بس بحب أوجه رسالة شكر وتقدير لكل المتابعين ويا طيبين اللي بتتفرجوا علي للمرة الأولى، أكيد بتشرف وبسعد باشتراككم في القناة، وإذا أعجبكم الفيديو كمان برضو ما تنسوا تضغطوا على زر الإعجاب. إذا حسيتوا فيه معلومة مفيدة ومعلومة ممكن تفيد حدا، فياريت تعملوا مشاركة للفيديو لجميع أصدقائكم. أنا حاليا في ضاحية ارتاح مثل ما حكيت لكم، بالتحديد عند مقام بنات يعقوب أو استراحة بنات يعقوب. بدي أعتذر من الجميع على الدوشة لأنه المكان مكتظ بصراحة، لأنه أمامي الطريق اللي بتأدي للمعبر اللي بيطلعوا منه عمال فلسطينيين إلى أراضي الداخل المحتل. على العموم ما بدي أبعد كثير عن الموضوع، خلينا نرجع لموضوعنا. يا غوالي يا طيبين، ليش سميته الخريف العربي؟ في البداية خلينا نكون واضحين وخلينا نمشي على قاعدة: البكتيريا لا تنشأ ولا تتكاثر إلا في مكان عفن ومكان رطب. وعلى سبيل المثال لو جبنا إنسان قذر عفن، أجل لكم الله، لو مرق في طريق الشياطين تتعوذ من ريحته، كيف ممكن لهذا الإنسان أنه يطالب بحرب الذباب وأنه بده يقضي على الذباب ويسقط الذباب ويسقط القذارة؟ طب ما أنت أساس القذارة. وهاي هو المختصر المفيد للحكي اللي بدي أحكيه. اللي بدي أحكيه يا شباب أنه كما قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق عليه رضوان الله: عمالكم من أعمالكم، وكما تكونوا يولى عليكم. وكذلك في مقولة شهيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ركزوا في الكلام، أنا مش جاي أحكي لك إنه الأنظمة العربية الحاكمة هي أنظمة صالحة، معروف للجميع إنها أنظمة فاسدة بكل المقاييس وبكل معنى الكلمة. أنظمة العربية أنظمة افترت واستبدت وعذبت وسرقت، يعني كل الصفات السلبية موجودة فيها، ولا
يختلف على هذا الكلام اثنين عقال. لكن اللي بدي ارجع احكيه هو انه ليش هذه الأنظمة موجودة عندنا؟ ما سألنا أنفسنا هذا السؤال، ليش موجودة هاي الأنظمة عندنا؟ يمكن لأنه أعمالنا مش مظبوطة، يمكن لأنه إحنا مش نظاف من الداخل، وأنا واحد منكم ما يعني لا أزكي أحدا على الله. فاللي بيحكي لي مثلا الأنظمة الحاكمة يا أخي ما هي نشرة الفقر ونشرة الجهل ونشرة الفساد ونشرة يا أخي على عيني وراسي. لكن أنا بدي يعني خلينا نبعد حتى عن المنظور الديني، نبعد عن الجانب الديني مع أنه الجانب الديني أساس كل شيء، لكن بدي أحكيكم بالمنطق وأحكيكم بالعقل. هل الأنظمة العربية الحاكمة الظالمة المستبدة هي اللي بتأمرك أنك ترمي القذرات في بلدك؟ هل الأنظمة العربية الحاكمة هي اللي يعني تأمرك انك تأذي جارك؟ هل هاي الأنظمة برضو هي اللي بتحكي لك اقطع رحمك كل حق اخوتك وخواتك في الميراث؟ يا اخي العيب فينا، احنا ليش ننكر؟ رحم الله امرئ عرف قدره وقف عند حده. يعني احنا كيف بدنا نطالب بتغيير هاي الأنظمة إذا ما عندنا بديل صالح؟ هل أوجدنا البديل الصالح عشان نطالب بتغيير هاي الأنظمة؟ الجواب للأسف لا. إحنا يعني مجتمع بعيد جدا جدا عن العدل والقسط والدين. إحنا للأسف مجتمع بعيد جدا عن القيم والأخلاق والدين، كمان مرة برجع بكررها. مش عيب الإنسان يعترف بالسلبيات اللي عنده، العيب انه يداري على السلبيات ويحاول يبرر موقفه ويحط اللوم والخطأ دائما على غيره. انا برجع بكرر ما بدافع عن اي نظام عربي حاكم، كلها انظمة مستبدة جاءت بالدبابة، هذا شيء مفروغ منه. لكن المش مفروغ منه انه انا وانتي وفلان وعلان وغيرنا ليش ما ننظف أنفسنا في البداية؟ ليش ما نكون قدوة ونحارب الفساد الداخلي اللي عنا، وبعدين بعد هيك نحاول نقضي على فساد النظام أو فساد المسؤولين أو فساد أي حدا؟ يعني للأسف إحنا كثير نقاط سلبية وكثير نقاط مؤسفة تحدث في مجتمعنا سببها إحنا مباشرة دون تدخل نظام حاكم. مثل ما حكيت لكم يعني على سبيل المثال النظافة، الأمانة، الرشاوي، الالتزام بالمواعيد، الصدق، هاي مقومات المجتمع الناجح. هل موجودة عندنا؟ هل النظام الحاكم بفرض علينا انه نمشي عكسها؟ لا، ما بقدر ولا بأي سلطة ولا بأي قدرة انه يفرض عليك انك تمشي خلاف هاي المبادئ. لكن للأسف إحنا كمجتمعات عربية للأسف بعيدين كل البعد عن المبادئ السامية والحميدة اللي رفعت دول كافرة مثل أوروبا وأمريكا وغيرها، مع اعترافي إن حكوماتها أكيد برضو حكومات مستبدة وظالمة وهم مش أصدقائنا، لكن في النهاية يا أخي حكموا بالعدل بينهم، ف جاءهم نظام عادل. ليش؟ لأنهم هم اللي اختاروا هذا النظام، هم اللي حطوه وهم اللي بيشيلوه، ولما حطوه لأنهم برضو ماشيين على مبادئ عادلة في حياتهم. ما بقول مبادئ إسلامية ولا مبادئ يعني بتنبع من جانب ديني، هم ما بعرفوا الدين أصلا، ومعظم أوروبا علمانية لا تؤمن بالدين. وحتى إسلام ارتباط والله هيك المعبر، بس ما بعرفش اذا في هون ارتباط ولا لا. حياك الله. هم مثل ما حكيت لكم دوله او دول، حتى غلط اسميها علمانيه، هي دول شيوعيه الاغلب، يعني شيوعيه بالفكر انه
حتى ما بيأمنوا، يعني حتى اللي بيقولوا عن حالهم مسيحيين ما بيأمنوا بالكنيسة. لكن بيت القصيد هون إنهم أقاموا شوية مبادئ عادلة، عندهم قواعد ماشيين عليها في حياتهم، سهلت حياتهم أول شيء، وثاني شيء جعلت دولتهم أفضل، اللي هي يعني مبادئ بديهية وبسيطة ولازم تكون في أي مجتمع ناجح. وإحنا مجتمعنا الإسلامي أولى وأحق بهاي المبادئ، لأنها من تعليم ديننا أصلاً، اللي هي النظافة، الالتزام بالمواعيد، الصدق، الإخلاص، عدم أخذ الرشاوي على الطالعة والنازلة مثلنا. طبعاً ما بحكي لك إنه مجتمعهم نظيف 100%، عندهم مشاكل كثير وعندهم نقاط سلبية كثير، لكن النقاط السلبية هاي فردية. إحنا للأسف كمجتمع عربي عندنا الحسنة تخص وتخص جداً كمان، والسيئة تعم. فالأغلب أو الطابع الأغلب على مجتمعنا العربي هو الفوضى، هو الكذب، هو الخيانة، هو النفاق، هو الرشاوي، القذارة، ما بدي أعد الصفات السلبية. للأسف هذا هو اللي صاير، وقليل ما هم اللي ماشيين بخلاف ذلك. وهاي الأقلية مش ممكن إنها تتحكم في دولة كاملة، لازم يكون يا أخي، ما بدنا نحكي 100% من الشعب ملتزم بالأخلاق والمعايير الأخلاقية، لكن خلي عنا يا أخي 80% 75% من شعبنا العربي يكون ماشي على هاي المبادئ. صدقني ما رح يجي أو يجرؤ أي حاكم ظالم أو أي نظام حاكم إنه يفتري وإنه يسرق خيرات البلاد. ليش؟ لأنه ما رح يكون له وجود. صعب جدا مثل ما حكيت لكم البكتيريا تنتشر في مكان نظيف في مكان معقد. إحنا خلينا نصلح أنفسنا في البداية، خلينا نكون صادقين مع أنفسنا. يا أخي أنا مثل ما بيحكوا صعود السلم يبدأ درجة درجة، خلينا نبلش الدرجة الأولى، نصلح أنفسنا، نصلح أبنائنا، نربي أبنائنا على قيم سامية، ربي أبنائنا على قيم جيدة، وصدقوني راح يتغير حالنا 100%. خلينا نأخذ موعظة من اللي صار في الدول العربية اللي صارت فيها ثورات، اللي كانوا يسموها ثورات الربيع العربي. خلينا نتعظ شوي، شوفوا شو صار في اليمن، شوفوا شو صار في ليبيا، شوفوا شو صار في سوريا، في أي منطقة صار فيها ثورات، لأنه هاي الثورات قامت على أسس خطأ. هل أوجدنا إحنا البديل الصح عشان نعمل هاي الثورة؟ هل عشان تشيل نظام حاكم تجيب نظام أظلم منه؟ هل عشان تشيل الظلم لازم يجيب ظالم أكثر منه؟ لا يصلح دائما محاربة الظلم بالظلم. الظلم بده ناس عادلين، ناس تخاف الله، بده يكون عندنا مسؤولية، يكون عندنا وازع أخلاقي، وازع ديني اللي هو الأهم من الوازع الأخلاقي، لكن على الأقل يكون عندنا وازع أخلاقي في كل تصرفاتنا، نكون مسؤولين فعلا عن تصرفاتنا، عن معاملتنا مع كل ما هو حولنا، مع البيئة يا أخي، مع المجتمع، مع الطفل، مع الكبير، مع المسن، مع المريض، مع للأسف لا نراعي أي شيء من هاي القيم. وعشان هيك ربنا بسلط علينا ناس ظالمة، ناس مجرمة، ناس متعطشة للدماء، وإحنا للأسف ما عندنا القدرة ندافع عن أنفسنا، لأنه إحنا ضعيفين من الداخل وليس من الخارج. عندنا قوة وعندنا إرادة، لو أردنا استخدامها راح تهد الجبال. لكن المطلوب منا فقط إنه نصلح أنفسنا، مثل ما حكيت لكم، والله لو نصلح أنفسنا ما راح يضل أي فاسد يحكمنا، ولا راح يجرؤ أصلا أي فاسد إنه يتوجه سواء جاء بصناديق اقتراع او جاء بدبابه، لانه الدبابه اصلا مش راح تكون تحت خدمته لما يكون مجتمعنا يد واحده، مجتمع صالح ومجتمع نقي. بتمنى ما اكون طولت عليكم في هذا الفيديو. برجع بكرر لكم، هاي وجهه نظري الشخصيه. ان اصبت فمن الله، وان اخطات فمن نفس الاماره بالسوء. وبعتذر للجميع إذا كانت اللهجة أو الأسلوب
يمكن قاسي شوي، لكن للأسف هذا هو الواقع. خلينا نحاول نصلح أنفسنا ونشوف النتائج، ويا أخي لو مش على وقتنا على وقت أو على جيل أبنائنا أو جيل أبناء أبنائنا، أكيد راح الحال يتغير، وأكيد راح أبنائنا أو أبناء أبنائنا يقطفوا ثمار هذا التغيير. في نهاية الفيديو، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.